المحلية، حيث بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد بن عوف سبل الارتقاء بالتنسيق العسكري والأمني بين البلدين. وتم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة العسكرية المشتركة بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين على الحدود. خلال اللقاء نقل وزير الدفاع تحية الرئيس السوداني عمر البشير إلى الرئيس السيسي، مؤكدا حرص السودان على تعزيز العلاقات مع مصر ومواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء مختلف القضايا. كما شدد على أن أمن مصر من أمن السودان وأنها صمام أمان للأمة العربية بأسرها. كما أعرب عن تطلع الخرطوم لمواصلة التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين بهدف تجاوز أي عقبات قد تعكر صفو العلاقات. من جانبه طلب الرئيس نقل تحياته للرئيس البشير مؤكدا على ما يجمع البلدين من روابط تاريخية ووثيقة. وشدد على أن سياسة مصر الخارجية تقوم على مبادئ راسخة في مقدمتها حسن الجوار وعدم التآمر أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأشار إلى ضرورة استمرار العمل على دفع أطر التعاون بين البلدين وتوطيد العلاقات الثنائية، كذلك عدم السماح لأية مشكلات بتأثير على قوتها وتميزها.